كيف يرى المؤمن ملك الموت؟ تخطر في بالنا الكثير من الأسئلة عن تجربة الموت. الكثير من الأقاويل والكثير من الأساطير، لكن العلم يستطيع بكل سلاسة أن يفسر ما يستطيع تفسيره، ويستمر في كشف الحقائق الأخرى. يباغتنا الموت في كل مكان ومن كل مكان، ويبلغ معدل الوفيات ما يقارب 7000 شخص في كل ساعة. وبالرغم من أنه أمر محتم علينا جميعا، القليل منا فقط من يعرف حقائق عن الأمر. إن دواهي الموت الثلاثة: الداهية الأولى شدة النزع، الداهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه على القلب. فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم الرجال قوة لم يطق رؤيته. فقد روي عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لملك الموت: هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك. قال: بلى. قال: فأعرض عني. ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر، منتن الريح، أسود الثياب، يخرج من فيه ومناخيره لهب النار والدخان. فغشي على إبراهيم عليه السلام ثم أفاق، وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى. فقال: يا ملك الموت، لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه أن يكفيه. أما العبد المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجملها. فقد روي عن عكرمة عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان رجلا غيورا، وكان له بيت يتعبد فيه، فإذا خرج أغلقه، فرجع ذات يوم فدخل فإذا في جوف البيت، فقال: من أدخلك داري؟ فقال: أدخلنيها ربها. فقال: أنا ربها. فقال: أدخلنيها من هو أملك بها مني ومنك. قال: هل أنت من الملائكة؟ قال: أنا ملك الموت. قال: هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها روح المؤمن؟ قال: نعم. فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو بشاب، فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه. فقال: يا ملك الموت، لو لم يلقى المؤمن إلا صورتك كان حسبه. فهي مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة، فإنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم، ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت بأحدى البشريين: إما ابشر يا عدو الله بالنار، أو ابشر يا ولي الله بالجنة. ومن هنا كان خوف أرباب الألباب. فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.